يقول والله فتحت عين او شاف الضلع مكسور، فتحت عين او شاف الضلع مكسور، وختمتها بضلوع الضامي المنحور، فتحت عزكية وختمت بعاشور، صبر هالخلوق كلهم ما يصبرون، فتحت عينها ومحروق باب الدار يا ويلي، وختمتها المخيم كل وجب النار، ما أدري شقولا بس أصيح الثار يا أهل الثار، وين الثار مضمون؟ بعد أقسى أقسى، مأجور مأجور، فتحت عينها وعين البتولة دموم يعني ملطومة الزهرة، فتحت عينها وعين البتولة دموم، وختمتها بسهم عين الوفي المعلوم، الله يساعدك يا زينب بيا يوم، بس عاشور رجالك حاد سنون، فتحت عينها ومحسن على الغبرة، وختمتها برضيع طوق ونحره، الله يساعدك يا زينب الحرة يلعشت الحزين بلوانة وفنون. بيت الدعاء بيت الدعاء، يقول الشاعر هذا أعظم بيت ترى، بس اتأمل بي حتى أتوفق وياك أنا بعد. وإيش صار زينب؟ قال فتحت عينها وشافت علي مقيود، فتحت عينها وشافت علي مقيود، وختمتها بعليهم بالحبل مشدود، مصنوعة إلك زينب ثياب السود، بس عاشور رجالك حاد سنود. يلا صوت واحد حسين.